مش يلا شد من كل قلبك من كل قوتك عزمك. اوكي خلص ريحي بين المقصة والمقصة. اوكي ريحي. ورجعي شدي شدي طويلة. يلا فوزية شدي طويلة 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 طويلة. ايه برافو 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 برافو. احنا بنصير نشوفهم بقرب. خلص خلصت المقصة ارتاحي. اوكي يوميا هيك لما بطلع عليهم وهم نايمين بالليل يعني كثير بتاثر عليهم وبشوفني ابوهم يعني انه طيب زي ما طلع بايدنا شيء طيب بس ايش عايشين نحن يعني الحي على الامل انه بلكي رب العالمين بيفرجها. يعني انا مجبوره ابتسم بوجه اولادي لان لما بدي اعصب انا عليهم وهن تعبانين رح تزيد ماساتهم عليهم. يعني لما وصلنا على لبنان كنا نحن 6 افراد وانا وابوهم 8. هون حملت بالصغيري وولدتها هون مشافي لبنان. سوريا يعني شو بدي اقول لك اشتقت لها لسوريا. يعني وطن الواحد هو الامان. يعني بعد الوطن ما في. يلا كون امي رضا. يعني بالنسبه لنا كيف انه درجه من الناس متوسطه إنه لا من الفقيرين ولا من الأغنياء. يعني معيشتنا كويسة يعني بسوريا. بنجي لهون يعني معيشتهم غالي ما لاق علينا الجو. أحيانا يعني وقت بنجيب بيض إنه العدد ما بيكفي شيل حصتي بعطيها لغيري. يعني لأنه بدي أضحي يعني مشانه الخطاي إنه هن يعني فترة نمو هلا إذا صار عندهم نقص أو رح يمرضوا رح أنا اللي أتعذب مرضون. شوكولاتة. يلا شيل الشوكولاتة شيلها. يلا كلها كلها كلها. يلا وزع لهم شوكولاتة. بخاف عليها كثير. وقت بتاعها هون بتصير يعني تراجع بخاف عليها كثير. وقت بتنام يعني كثير بخاف عليها. احيانا بحس انه بدي ابكي ما بقدر امسك حالي. بروح لهناك على الغرفه بحط حالي بصير ابكي. بتجي اختي بتقول لها ايش بك بقول لها موش. بتجي هي بتقعد بصير تبكي معي.
ليش بدك تبكي؟ بدي ابكي على سوريا عم تنقصف يعني هناك الوطن ما يعني ما له ذنب. قاعد بساعد امي طب البيت معاها، نطلع بنحط فطور نعبي مي، بنطلع على النبع بنعبي مي. انا ما ضرب خلاص ما يلا في البيت شرح واحد. يلا زين يا مان. كل يوم بغسل، كل يوم كل يوم عندي واجبي. يعني اولاد صغار وما عم لحق لهم. مشكلة، مشكلة كبيرة يعني الغسيل. ما في مي سخنة، يا مسخن على الصوب يا على الغاز، لأني ولداني ولادي قيصرية يعني هالصعب المطاملة والقعدة كثير صعبة علي بالحمام، بقى كثير بتوجع أوقات. شو بدي أساوي؟ ما بقدر يعني، ولاد بدي أغسلهم مجبورة. نون عندي غسالة بتنحلل لي أكبر أزمة، بس الغسالة هي يعني مش يعني بتحل كتير مشكلة كبيرة عندي. بيان يا بيان خير، يلا شو يا أمي؟ أنا بغسل صحي، بس عندي بيان بنتي بتنشر غسيلة غت، هي كمان يعني بأكل هم مع الغسيلة وقت بتنشر. يمكن إذا تنشو على التلجات إيه أحلى. فكرنا فيك أنا ومنى وأصحاب إلا هون وبهالأيام الصعبة وعندك في بقى سقعة وبرد، جبنا لك شيء غسالة غسالة عن جد؟ إيه تتساعدي شوي هيك مع الأولاد تخفف عنك شوي. شكرا، أنا لأن ما عندي. ميرسي إليك شكرا. يعني احنا بنعرف المدام منى اكيد هلا اكيد بتشوفيها، بس هلا اليوم شكرا لك. شكرا لك. يعني هي منى واصحاب وهيك فكرنا فيكي، ما في شيء. سلم دياتك يا رب. يا سلم دياتك. مثل كل الضياع، جهور شوير مقسومه لناس بحبوا يعني يساعدوا ويشتركوا بالاعمال الاجتماعيه، وناس ما بحبوا بحبوا انه يعرقلوا. انا ما بشتغل عمل اجتماعي، ونحن ما تجمعنا على اساس انه نتنظم ونعمل منظمه يعني ونعمل جمعيه او whatever. لا، نحن كل واحد منا عم يشتغل على يعني بصفته الشخصيه وقد ما هو بيقدر. هاي لك يا اهلا. هلو، كيفك يا سلمان؟ منيح؟ بدك تروح معي؟ ايه يلا. وقت ينوي الواحد انه يساعد ويشترك مع الاخر بشغلات كتير صغيره هو قادر
يعني يزرع الفرح عند الآخر. هو شغلات صغيرة بيقدر الإنسان يعملها، وأنا مني وعليها وبحس فيهم بسعادة كبيرة، ويعني مجرد ما أشوف اللي مقابلي مبسط أنا كتير بنبسط. مد لسانك لبرا. مد هيك. مد لسانك لبرا. ما لجوا مسحب. مدوا لبرا. عمول هيك. يلا. مثل الدادة. مثل الدادة. رح نفكر. بس ما فيش حرارة. لا ما في. بس ما في حرارة. حسس إنه. إيه. وحسس إنه. هلق لا بدو أونو. إيه إيه لأن عليه طبقة بيضة. إذا عمل حرارة رجعي حكيمة لقلك شو بدنا نعطيه، بس إذا ما عمل حرارة مش الحل. تعرف شو بتعملي مريم؟ بتحطي الصبح نتفة مي سخنة بالكباية وبتحطي نص ملعقة ملح. أيوه. أوكي؟ وهو الآن ما بيعرف يغرغر. أوكي؟ بتغطي يعني قطني أو حيلا شيء ومسحيله تمه كله وقد ما فيك توصلي عزلي عيمه بمي وملح. المي وملح بتطهر. سمعوني يا حسان. كل مرة بولدها بصير أصحاب أنا وياها وبتصير تعنيلة وبتصير تقدر تشكيلة. أنا حكيت للفرمشية حيأمنوا لنا علب حليب وهو حيجرب يعمل فيهم سعر. هلا أنت ما تعتلي هم كيف بدنا ندفع حقهم، إحنا عم نشوف يعني بطريقتنا حدا يقدر يدفع أو كذا وهيك. وهلأ أني مفروض بهاليومين يجيبوا لنا 10 علب حليب لليان. هاي عن جد. إيه. طب تضلك عتلاني هم أنه خلصت العلبة خلصت العلبة. كل ما بد أعطيها من بعد صدري وما تعتلي هم أنه خلصت العلبة. هلو. يو ليتل سويت. حبيبي حبيبي. ايه حبيبي حبيبي. I'm sorry. هلا حترديها على صدرك. خلينا تكمل القصة معنا. كيف عم بتحمميها؟ عبكرة عشية حد النار وين؟ عبكرة هون حد الصبح. الصبح؟ ايه. وانت عادة بتحمم البيبي الصبح؟ ايه الصبح. ليه؟ مش بتحسي احسن اذا حممتيه عشيه بيصفق نومي؟ هيدي يعني ريلي انه عن جد. وقت يكون في سقعه كتير وجليد شو بتعملي؟ بغير له بس ثيابه ومسح له تمسيح. وما بتقدر تعطيها حمام لانه سقعه كتير. خطيه اكيد. لازم يعني ما تقلطش اكثر من نهار تتحمميها لانه البيبي بيعرق، عرفتي كيف؟ وبيصير يعني طلع إفرازات خاصة مثلا تحت باطه بطيات إيديه بطيات ركابه فبيجمعوا، وإذا ما نظفتي له إياهن أول شيء بيخسر حرارة منهم، تاني شيء ببلش يعمل لك مشاكل والتهابات على الجلد. أنت اللي خلقاني هلق جديد، يعني ما لا هلق ما لا اسم بالحياة يعني، أو ما لا يعني ما أنا مسجلة لا بالدولة اللبنانية ولا بالدولة السورية. أنا عطول أفكر بنتي إنه نقول صحيح رح بس تكبر هيك رح نقدر نأمل لها يعني معيشي ومن ناحية الحليب والتدفئة ولقاحاتها هيك تأخذهم يعني بانتظام. نحن كنا بسوريا يعني الولد لقاحاته أولادي كلهم يعني بانتظام على الموعد، وكان معيشتهم يعني كانت كتير كويسة وتعليمهم يعني إنه إن شاء الله بلكي هيك نقدر نأمل له هالشي. يعني أنا لما كنت بسوريا وبدي أجي على لبنان ما كنت متوقع يعني إنه هالكل هالشي هالظروف هيك قاسي هون. لا يعني قلت إنه حياة طبيعية يعني رح نعيش بلبنان، إنه أولاد رح يروحوا على المدرسة والشغل يعني عند أبوهم يعني متوفر على طول، هو الحاجز موجود يعني أهل الضيعة هون بحسوا يعني إنه لاجئ سوريين لاجئ هون بلبنان. بس يعني أهل الخير مثل مدام منى يعني في يعني نسبة. نحن عائلة مؤلفة من 5 أشخاص، وبخلال الأحداث أمي بسنة 76 طلع فيها اللغب وقضت شي 2 سنين وهي بحالة خطر يعني على حياتها،
ويمكن كانت من الأشخاص اللي كتير قليل يلي يطلع فيهم اللغم وما أول شيء ما يموتوا، تاني شيء ما يعني يفقدوا أعضاء من أعضائهم. بس صارت قصة التهجير وقصة الأحداث وقصة التفجير وهيك، فنحن يعني تلقائيا تحمسنا على هالموضوع لأنه نحن يعني عشناه قبل وما كان جديد علينا، وكان عندنا وعد لحالنا إنه نحن نرجع نخدم هال يعني المجتمع يلي بوقت اللي نحن كنا بحاجة هو كمان ساعدنا. كان في ناس شغيلي سوريين وعندهم عيالهم هون حتى قبل ما بلشت الأحداث، وهودي كمان يعني كنت أنا ولدهم بالبيت. من بعد ما بلشت الأحداث أنا ما بتذكر العدد، بس بتذكر إنه يعني تقريبا ولادي يعني بالمينيموم ولادي بالأسبوع. خلي الباب مفتوح. كيفكن؟ مثل ما توعدنا أنا وفوزية تنشوفها نطمن على أحوالها. تفضلوا ارتاحوا بالغرفة هاي. لا لا بالغرفة هاي ديك. يلا تفضل. شكرا. يلا منشوفكن. وتنكون عم نعمل ولادات بالبيت إذا مش مجمع فيه لاجئين ما عندنا مشاكل. وين منعاني مشكل وقت يكونوا قاعدين بمجمع يعني بمخيم بمطرح، هونيك الظروف بتكون كتير صعبة، وبنكون نحنا مثلا بيكونوا هني شي 10 أشخاص وبفرد بنفس الغرفة، ونحنا بدنا نولد بنفس الغرفة وبدنا نطلع العالم من هيدي الغرفة لحتى نولد فيها، وبدنا مثلا كل مقومات النظافة وبدنا الماء السخنة وبدنا كذا وبدنا ننقلها يعني بعد ما تولد هالمرأة ما بدنا ناخدها على الحمام وتتحمم وكذا. هون عندنا مشاكل وقت يكون مش individual house. امبارحيات اجني مغصات عن جد مغصت يعني مغصة مغصتين. اوكي وراحت المغصة. حركة البيبي منيحة؟ ايه مليحة حركة منيحة. ما حسيتي انه تأثرت؟ لا ما حسيت. اي طيب يلا تسطحي انت لحتى نقدر نشيك على البيبي. البيبي كتير منيح الحمد لله. اوكي اوكي هلأ ني بهمني انا انه لحدت هلأ كل شيء منيح. عهمة ما انت تبلش تحسي انه في طلق او في وجع من حي الله يعني من حي الله مصدر، حتى لو شكيت انت انه هيدا ممكن يكون اخدي برد دغري بتقليلي، لان انت هيدا سادس بطن وممكن تولدي بسرعة كتير يعني ما تلحق تعيطيلي نص ساعة نكون ولدنا. اوكي اوكي. في روعة بنت عمي هون بدت هي كمان حامل؟ ايه حامل. هذا اي ولد؟ اي بطن يعني؟ ثالث رابع. رابع بطن عندها ثلاثة؟ ايه وهيدا عندها بنتين وولد. ايه بدها انه انا اشوفها؟ ايه ايه فينا يلا ندهولة. هلا كيفك يا روعة؟ الحمد لله. عم تتابع شي عند دكتورة هون؟ ايه ايه. اخر مرة زرتيها اي متى؟ 27 الشهر 27/2. ايه 27 شباط يعني صار لك 3 أسابيع. ايه اوكي. سألت لك بوقتها كنت بأول الثامن؟ لا لسه لي 3 أيام بخلص السابع. بدي عادي. اه كان لك كان صار بدك 3 أيام تخلص السابع. اوكي. ايه شو قالت لك هي كيف الوضع؟ عملت لك صورة صوتية؟ بس صورة ايكو. ايه ايكو هاي صورة. ايه. صوتية. تفضلي فوتي عادي. داك روعة. لا ما اكلت انت اليوم دخت كثير وقت 10 6 ما بيسوى هيك. هلا انت عم خيز دوخة في هلا دوخة ايش مي. داك وزنك شي 8.5. اوكي
انت زياده على الشهر بس كيلو، لازم مينيموم 2 كيلو. اكلك خفيف؟ ايوه مظبوط؟ ماشي اطلعي بدنا نعمل صوره. في كتير نسوان يمكن ما بتاكل مزبوط بالبيت، ما عنده اكل مزبوط، ما بتاخد فيتامين، ما في مصاري كرمال بتشتري دواء مزبوط. وبيجوا لهون مثلا كل مره انا بشوف وزن لازم مينيموم الحمل 12 كيلو زياده وزن، مرات 5 كيلو، منيح اذا 5 كيلو زياده الحمل، شفتوا كيف؟ وبتولدوا اولاد اطير مزبوط بيخلص 9 اشهر بس اولاد صغار جيبتروفيا. شوي ساعه معلش. نو بدنا نشوف بنتك. نو اكيد لنسوان من سوريا انا بعمل ارخص شيء هذا صوره ايكو فاكس 20 دولار. كرمال فيكم تدفعوا تيجوا. احسن انا بشوف وانا برتاح شو كل شيء منيح كرمال ولادي. بعدين هذا مره بدها تيجي هون بتوالد، انا بدي اعرف شو كل شيء منيح ما عندها شي مشاكل. شو أحسن هي بقوت بالبيت بعدين بيجي هيك سوربريز؟ ما بدي هيك. هذا ويش بيبي ببين هون عيناي منخور تيمو ويش بيبي كتير منيح. اوكي هلا 8 اشهر انت كرمال ولادي بكير كرمال هيدا الدواء الى ماكس، شفتي كيف؟ اهلا. منين دكتورة؟ اهلا. هونيك بتجاوزوا بالامر صغار، هذا مش جديد شيء، هذا من زمان هيك. اذا 13 14 سنين بين بجوزي هونيك هذا شيء طبيعي. نو انا شفت هون اصغر شيء 13 سنين بنت هبلي بجوزي هبلي. كذا مرة صار معنا هيدي المشكلة، اوقات بيكون عمرها 14 سنة جاي تولد، عمرها 20 سنة وهيدا ثالث او رابع ولد. فجاي عم تولد على عمر ال 15 سنة. شخص بهذا العمر منه مهيأ نفسيا وحتى جسديا انه يولد بشكل طبيعي. ف بوقت التوليد كثير عذبتنا، ما كانت عم تقدر تفهم علينا شو بدنا بالضبط، حتى كانت عم بتحس انه الطبيب جاي يأذيها، منه جاي شخص يساعدها، لانه هي مفترض ما تكون عم تولد، مفترض تكون عم تلعب مع رفقاتها وهي بقلب المستشفى عم تولد اول ولد. تدفق من اللاجئين السوريين على لبنان، وبالتالي صار المستشفى كتير معرض لتدفق لعدد كبير من المرضى السوريين. المستشفى تعاقدت مع الأمم المتحدة United Nations لتأمين، لأنه هدول اللاجئين السوريين هن بحاجة لرعاية صحية، بقى تعاقدت المستشفى حتى تستقبل المرضى، وهيدول المرضى أعداد هائل. المرضى السوريين لأنهم من بيئة خاصة وعدم متابعة، ولأنه يمكن جايين من غير تقارير طبية من سوريا، حالات كتيرة بيجي منها يلي حالات بنسممها تسمم الحمل بالعربي اللي هي البري إكلامسيا، بيجينا مشاكل تتعلق بالبلاسنتا لوكيشن. لما بولد يعني امي واخواتي يعني احنا حد بعضنا بنص الضيعه بيكونوا موجودين عندي كلهم، ومرت عمي يعني امه لابراهيم، اخواته، اهلي بتركيا. صار لي سنه وثلاث اشهر ما شفتهم. هون ما في غير سلايفي وخالتي، عندي اخت هون بس بلبنان.
طبعا الولادة يعني في صعوبة بلبنان كونه مصاريف و بسوريا هلق الوضع صعوبة كمان هناك الحمل بهالحرب وهالشغلات هاي والقبل الحرب يعني أمر طبيعي عادي الواحد ببلده حتى إذا تولد الوحدة مرتاحة مبسوطة هون ما في إنه الوحدة لا هي مرتاحة ولا هي مبسوطة ما بتعرف شو يصير على الجنين ما بتعرف شو يصير عليها يعني وبدك تدخل المشفى مصاريف كتيرة على الدكتورة 250 دولار هذه ولادة أكيد بسوريا أحسن أو يعني هون مصاريف كتير أنا بعرف يعني بين اليوم بكرة بعد بكرة يعني صار لي يومين عم بنمغص بعرف على اليوم وبكرة بحاجة لهيك أشخاص مثل مدام منى إنه يدلونا على موقع اللاجئين بدهور شوير وبغير مناطق كمان لأنه نحن كفريق ميداني بحاجة لمثل دليل يعني نحن رح نجي على المنطقة نلتقى مع رئيس البلدية بس هو ما في دلنا على كل البيوت وهي عندها الكونتاكت الدايم مع اللاجئين وبتعرف وين ساكنين وبتعرف أيهم العيال الأكثر احتياجاً أو ناقصهم شيء فينا نساعدهم نحن دغري هلا هيدا المبنى هون أوكي. هو كان اوتيل قديم وبعدين بالاحداث يعني تكسر بس في قسم كبير من العيال اللاجئين قاعدين فيه بعتقد في اكثر من 20 عائله بهول البنايتين ايه بس بشكل اساسي بالمبنى اللي هون هلا انا رح اعرفك على عائله منهم انا متابعه المراه الحامل يلي هي هون وبعدين انت بكون عندك كل الوقت لحتى ببرم عليهم عائله عائله هيك بقدر احكي لحتى تقدر ايه لحتى تقدر يعني تاخذي كل المعلومات عنهم هلا العائله جوا ساكنه ايه هلا العائله هيدي جوا جيبيها لهون جيبيها لهون ايه خليها بس جوزي مو هون ايه معلش مرحبا هلو هي مندوبة الأمم جاية لحتى تشوفك أظن جوزة بيكون موجود لا ما ضروري عندي 5 أولاد وصل لي 6 شهور حامل إنه ما بعرف إذا معي ولد ولا بنت لأن ما رحت على الدكتور لحد الآن وصورت إيكو إنه أكيد مقهورة لأن لحد الآن ما رحت على الدكتور لو إني بتضيع كنت كل شهر بروح مثلا معاينة وحدي كل شهر أو كل نص شهر كل شهرين حسب يعني اسمنا نوبي دكتورة بتغرين عم تاخد 30,000 صار لي شهرين صمت بيه لحتى حسن تجمعهن يعني مشان يعني جوزي ياخدني على الحكيم مشان افحص يعني اللي ببطني شوف كيف احواله اجي صوته جاني هوي بالعكس هلا اليسار قالت الدكتورة ما رح يتداير اذا ما مشيت بسرعة الولد ما قاعد قعود قال اجباري بدك قصري مشان وضع اجري بجوز ما احسن روح يعني. يعني هاي الرشاد اللي كتبت لي بجوز ما احسن اجيبها. ما بعرف. اي متى انت لازم تولد؟ بيخلص شهرك. شهر الرابع. حساباتي يعني شهر الرابع. شهر رابع بس اول نص اخر ما بتعرف. او ما بعرف او اول خمسه يعني هيك. اول خمسه اها. انت وجوزك قرايب؟ ايه. كيف؟ هو ابن خالتي بصير. في كتير مارا ورجال قريبين كوزين مارا ورجال بيصير كوزين إذا في شي مشاكل بالعائلة بيصير بجوليات مش نورمال هذا في في كتير بدنا نشوف شو عندك سابع وبنت هلا كتير بتفكروا بلشوا فكروا شو كونتراسبسيون لازم أعمل شي كرمال ما بتولدوا كل سنة رجال بتفكر ونسوان بتفكر هلا عندك سابي ولد
وباسن بيبي 770 جرام. تاك اوكي. يعني اول زياره رحت الحمد لله يعني اطمنت على الجنين وما في شيء، اطمنت انه معي صبي. هلا حاسه صبي، يعني احساسي انه معي صبي. يعني اذا ولدت طبيعي انه 140 دولار ما كثير يعني ندفعين نحن، بس اذا قيصريه يعني بتكلف شي 500 دولار نحن ندفعها، يعني بعد اللي دفعنا اياه الامم، بعد دفعنا اياه الامم المتحدين حندفع يعني 400 دولار، يعني بصير تكلف كثير علينا كمان. بسوريا ولدت، اخذتني الدكتوره يعني بسيارتها من البيت من الباب للباب، يعني اخذتني على المستشفى وولدتني ورجعتني هي بتاكسي، اخذت 70 دولار. الله كثير يعني خايفه يعني. وقالوا هون الولاده بتكلف كثير. يعني احتمال روح على سوريا ولده اجى يعني اذا كان تكلفه كثير هون. مبسوطين انه كل يوم نروح على المدرسه، رجعنا ندرس. الى سنه ونص ما دخلنا المدرسه انا اخواتي. بنروح على الساحه بيستنينا، بنستنيه لهناك الاوتوكار بياخذنا على عبرمانة، بنضل شي ساعه ساعه ونص روحه، بعدين بنرجع بالليل الساعه 6. النهار اللي راح على المدرسه انا يعني صار عيد مثل العيد، ايه حسيت فرحه اولادي، يعني فرحت انا على فرحتهم، ايه ويعني تغير شيء، تغيرت نفسيتهم، صار يطلعوا ويفوتوا ويتعلموا. يعني من سنتين تاركين المدرسه يعني كثير اشياء نسيوها، ايه لان ما كانت مريضه وهيك ما نقدر نلقحها، ايه رح نلقحها اليوم اول مره المستوصف الضيعة. كانت عطول هي صغيرة تضل مريضة، ومشكلة الحليب إنه ما أقدر يعني ما نقدر نأمن لها حليب، بما انه يعني ساكنين بغرفه يعني انه كل اخواتها وضجي وتقوم لقيامي ما يخلوها تنام، كمان ضلوا عياني. مرحبا. المستوصف كان يستقبل أكتر شيء ولاد المنطقة، بس بعد الأحداث السورية عم نستقبل تقريباً 70% من المهاجرين. أهلا وسهلا مريم، قلني شو جيت تعملي بالمستوصف؟ بدي أعطي الصغير اللقاح. إدي عمره الولد؟ صار عمره هلأ 3 أشهر ونص. يعني خلق ب9/11/2013 بأي مستشفى؟ مستشفى الحريري. مستشفى الحريري. أنا طبيب المنطقة، بشتغل بالمستوصف من سنة 1972. هي جعاني بنتك. دكتور كنت أعطيها، بيسمعني؟ عم تسعى ولا أنا؟ هي بنتك جعاني. جعاني؟ عم تسعى، عم تقول لك. عم تسعى بس. عم رضعها، بس استغربت فيها دكتور، كانت تاخل ال 120، هلق ما ال 50 ما عم تخلصها. هاللي عم بيشو تقريبا صحتهم منيحه الاولاد اللي عم يخلوا، بس اجينا من 15 يوم ولد عامل يدرس فدي، يعني مخه معبى مي، كان عمرها تقريبا جمعه بعتناها على المستشفى، بالمستشفى ما قدروا يعملوا لها شيء مع الاسف. هيدا المستوصف هوني للسيدات الإغاثة شويرية، مستوصف خاص على نفقتهم، يعني ما فيش إعانات من الدولة. لا نحن هوني مستعدين نقدم كل خدماتنا مشان نخدمه، لأنه هودا أول عآخر إنسان مثلنا. هلأني أنا بدي طعملك إياها خماسي وشلل، ها؟ شلل بالتم وخماسي شكة.
أكثر شيء تعرفي لأنه بيقعدوا مع بعضهم بأوضة بقى في 7-8-10 الأمراض المعدية كتير عم تتفشى مثلا مثل الجرب هالشتوية شفنا كتير ناس معهم جرب. المؤسف إنه نحنا عايشين بعالم ونحنا حسين إنه نحنا عنا كل المقدرات وبيجي حدنا دغري يعني ربنا بحط حدنا دغري ناس ما عندهم أبداً resources. في ناس يعني بتجرب تسكر عناية عن الموضوع وتخلي حياتها ماشي مثل ما هي بس حتى هاي العالم يلي عندها كل شيء منا سعيدة بحياتها إنه يعني مثلاً نحنا ببيوتنا قليل اللي ما عنده 3-4 سيارات والولاد هودي اللاجئين مجرد ما يطلعوا بالسيارة ويروحوا يعني كسدورة أو مشوار بالسيارة بتحسي إنه هيدي يعني من شغلاتهم اللي هني بحبوها كتير فهل هالشغلة الصغيرة نحنا منحسها روتين وما العايزة إنه يطلع الواحد بسيارته ويروح يعمل كسدورة 10 دقايق ويجي إذا قدر يقطعها لهو الأولاد لفوج مثلاً أولاد هيك وتشوف الفرح اللي بعينيهم وقديش بتضل بذاكرتهم على المدى البعيد وهي شغلة يعني بعتقد إنه كمان اليونج جينيريشن يعني بلشت تحس فيها أكثر. هودي صف البكالوريا بمدرسة ماري يوسف حبوا يشاركوا بالعيد مع كل العالم وخاصة يلي يعني نازحين لأنه حاسين إنه ظروفهم أصعب من غيرهم. You are ready؟ أنتوا جبتوا البوكس تبعوا التشاريتي؟ Did you know قديش فيه ولا لا؟ كيف احوالك؟ اوه بيناتك هاي لك كيفك؟ هن صف مؤلف من 30 تلميذ 23 تلميذ وهن جمعوا يلي هن يعني قدروا يحطوه بالصندوق وهن ما بيعرفوا شو فيه بالصندوق قديش بس حابين يقدموا لكم اياهم يعني حتى انتم تعيدوا بفرح مثل ما هن بدهم يعيدوا تفضل يا صوايا تمشى يا مشان مشى مشان البيبي يطلع بكير يصير سريع ايوه مشان يطلع مشان الحزق ما نستمشين تحسي بمغص ايه بمغص انا بعرف حالي يعني بمغص كل الليل ما بنام بمشي بالبيت ضل بمشي لحتى بيطلع الضوء الصبحيات الساعة 7 في حدنا غابلة قانوني يعني مثل منى عندها غرفة وفوت عليها يعني حين تنفوت حين تنبولد على السريع ما بطول يعني شي ربع ساعة خلص بولد تروح معي مرت عمي يعني ما في ربع ساعة بولد وبجي وجيب البيبي وبجي على البيت شو بردة حسو جاي صبر عنك على بردة معليش تحملي هلا بتلبسي جاكيت ومنعود نتدرب فوتي على الصوبه انت وفلك وملك واسماء مضبوط
هدول صداري ما بعرف شو دول. ايه بدي سميه على اسم خيو محمد لانه كمان سمى ابراهيم خيو محمد اجا ولد سمى ابراهيم على اسم جوزي ابراهيم بدي سمي محمد. هاي بدارنا هاي بحط السودة اكيد بده اذا بده يضل مثلا سنتين ثلاثه او تسع سنين وخلق هون يعني ما بيعرف انه لا سوريا ولا بيفهم سوريا ولا بيفهم انه بلده او يعني بيسمع من بيه ومن امه ومن اخواته يعني انه البلد مو بلدنا وبلدنا سوريا وبيسمع هيك عادي يعني بس ما بيعرف انه خلق بلبنان او بلده بسوريا او خربت سوريا ما بيعرف. لا مو ابو صالح حسن ولد خليفة الخالد مرقها اليوم غير باشر الصبح باللي اياها قوم قوم روح يلا توكل على الله. ابو علي الساعه 10 منور يلا فوزي تسمحون لنا احنا والله مرتي تعبانه وبنروح ننام يعني ما نفك اليوم حبيبي. ما بسجل والله ما بسجل اول مره والله بتاذيني انت تخيل هذا منهم. الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بخاف على محمد ليش ما بخاف عليه؟ صار لي زمان ما عندي غير بنات بخاف عليه من أكتر شيء بخاف عليه من المرض بخاف عليه من موته بالأرض يعني من دودة من شيء بتقرصه هلق ما فيها ما فيني يعني بجيب له حليب إبراهيم ما عنده مصاري يشتري حليب والحمد لله ما في شيء وهلق على المي والسكر
ناطرين عين الله.